الرؤساء العصرية في الخطاب الديني دي حاجة مش حاجة مستحدثة، دي حاجة فعلا موجودة من قبل كده، ان احنا لما بيكون في عندنا اي طريق ان احنا نستخدمه ويكون مشروع ومتاح ونستخدمه في توصيل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى لكافة الفئات سواء الاطفال سواء النساء، فاحنا بنستخدمها. ومش اقل من يكون الفضاء الالكتروني دوت بيستخدم في حاجات غير خلينا نسميها يعني غير سليمة غير سوية، غير فمن باب أولى إنها تستخدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبتستخدم. وده فعلا إحنا بنستخدمه في مساجدنا مع الأولاد إذا كان في نشاط الأطفال، بنستخدم كل الوسائل المتاحة ديت في إن الولاد بيوصلوا للمعلومة الصحيحة، ويبتدوا إن هم مش بيمسك بس الموبايل علشان يلعب جيمز أو يخش على موقع غير سليمة، لكن بنوجه فكره. وده اللي عملناه فعلا في خلال، وده الوزارة كانت فعلا حقيقة يعني بجهد مشكور جدا 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 يعني، واشكر فيه طبعا ربنا سبحانه وتعالى في الاول في الاخر ان احنا يا ربنا وفق فعلا ولاة الامور ان احنا نتجه في الاسلوب دوت في الدعوه لربنا سبحانه وتعالى، ان يكون في نشاط الاطفال او يكون حتى في مجالس الفتوى بتاعتنا مع النساء بنستخدم فيها فعلا الوسائل الحديثه ديت. زي ايه طيب يا دكتوره منى؟ في عند حضرتك دلوقتي الولاد بيطلعوا على حاجات كتيره في حديثه الميتافيرس والمواقع اللي تكون فيها مش حاجات، لا احنا بنوجه فكره ان هو حتى لو دخل عليها طب ادخل عليها بس خد بالك من معايير محدده فيها ثواب وفيها عقاب وهتتحاسب فيها وهتتعاقب فيها زي اي حاجه بتتعايش فيها في الدنيا، لان دي انت بتخش حياه مش بتخش جيم يعني. وكذلك برضو النساء انها لو فكرت حتى انها تطلع على مواقع الكترونية وتدخل فيها وتبحث في حاجات تفيدها وتفيد بيتها وتفيد علاقتها بزوجها وعلاقتها باولادها وما يكونش فيه فجوة ما بينهم وبين بعض، فطبعا بنستخدم الحاجات ديت في الدعوة. ده اللي عبر عنه المؤتمر بالاستخدام الرشيد. بالظبط الاستخدام الرشيد للفضاء الالكتروني بالظبط. فيعني شكرا طبعا للدولة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجزاه الله كل خير عننا فعلا في مشروعات كتير وتحديثات كتيرة في كل مجال. وكان في زيارة لينا لوزارة الأوقاف في المقر الجديد ليها في العاصمة الإدارية وحضرناه، والحقيقة حاجة فخر لأن شفنا قد إيه فيه توثيق، وحتى ما يكون في أي موقف عاجل بنكون محتاجين فيه رأي سريع بنلاقي قد كده في تواصل وقد إيه بصورة سريعة وإيجابية جدا بنلاقي المشاركة وبنلاقي الدعم لينا وللدعوة بالنسبة للوعظات وبالنسبة للأئمة. والطفرة اللي حاصلة كمان بالنسبة نحن كواعظات في التواصل مع الجمهور ونزلنا للمساجد مع الناس حاجة يعني اشكروا عليها وجزاهم الله عننا كل خير.